مالكش دعوة، المهم ما تضيعش وقتك الليلة دي وتذاكر إجابات الأسئلة دي وبس. جبتيها منين عايز أعرف؟ الدكتور فكري؟ لا لا والله. يبقى الدكتور عبد السلام. أنت مالك يا أخي، المهم إنك تعرف الامتحان وخلاص. لا لازم أعرف جبتيها منين. طب احلفلي إنك مش هتقول لحد. والله ما هقول. أيوة الدكتور عبد السلام، خليك واقعي يا مجدي، كل الناس كده، كل واحد بيلاقي فرصة قدامه بيخطفها. أنا ما أحبش السرقة يا سميرة. واللي حصل في بيتنا بيني وبينك ديك النهار ما كانش سرقة؟ والأسئلة دي المهر اللي دفعه الدكتور عبد السلام؟ عبد السلام ما بقاش يجيب سيرة الجواز خالص. أمال إداك الأسئلة دي ليه؟ قلت لك من أول يوم إنه بيحبني.